احنا بقالنا فعلا فتره طويله قوي بره البلد يعني. طب دي حاجه كويسه جدا، عاملين شغل كويس؟ الحمد لله والله، وفعلا فعلا مبسوط جدا جدا بتمثيلنا بره، ومبسوط ان احنا طلبنا في حاجه بالحجم دوت. ودي مش بس حاجه عشاني انا، كمان حاسس ان هي دفعه كويسه قوي لكل فنان عربي ومصري يحس ان سهل. احنا فعلا بالنسبه لنا مزيكتنا كويسه، وبنعمل حاجه شكلها حلو، وبنعمل حاجه زي ما تقول يعني بتشرف الجيل دوت وبتطلع الجيل دوت في شكل كويس. وخرجنا بره واشتغلنا، وثلاث ارباع الفريق اللي احنا شغالين بيه بره حتى ما كانش مصري، كله عربي يعني. احنا كلنا مصريين.